ما فيش شك ان انا مختلف معاهم تماما من غير زعيق ولا علو صوت ولا مقاطعه صوت، ولكن انا مختلف تماما. ليه؟ لان اسوأ حاجه في الخلافات الزوجيه التي قد تصل الى الطلاق، الطفل هو اللي بيتفرم ما بين الاب والام، صح. هو اللي بيضيع. فلما نيجي نتكلم في الحضانه، انا ارى انه لا تعطى له هذا الحق لسبب، لا تعطى، لا يعطي، لا يمنع هذا الحق. دي احدى اساس، دي اوحد، لان ده لم يرد في القران ان تكون هناك استضافه او 48 ساعه يروح ينام. الكلام ده له البعد الديني وغير منصوص عليه. نيجي نتكلم في البعد الاجتماعي، ليه ما يروحش للاب؟ ليه يروح للاب بشروط؟ بشروط الذكاء. ليه؟ لان في المجرى الطبيعي احنا ابهات برضو، والام هي اللي بتتولى التربيه، واحنا ما بنشوفش ولادنا الا يمكن كل يوم الجمعه الصبح بالنهار، يعني كده قبل الصلاه او بعد الصلاه. فالام هي اللي عامله كل حاجه، هي اللي كل شيء الام، صحيح، هي اللي بتعالج، وهي اللي بتلبس، وهي اللي بتاكل، واللي بتذاكر، كله، كل حاجه الام، كل شيء. نعم. ولكن انقلبت الاوضاع، اصبح الاب يستخدم الصغير في دبح الام، دبح نفسيتها، دبح مشاعرها، ودخلت الصراعات والعناد، ان يتم يا اما يخطف الولد ياخده ويخفيه تماما. عندي انا حالات كتير في المكتب، خدوه وفي لحظه الرؤيه خدوا العيل في عربيه شروكي وطلعوا بيه على المطار وهربوه للكويت. فبيساء استخدام هذا الحق. بس دي ما نقدرش نقول بشكل عام، لا، دي يعني حاجات فردية، حالات فردية، بالظبط، حاجات فردية. نعم. فلا بد ان انا الاول اتحقق، هل الاب عليه احكام؟ هل عليه مخالفات اخلاقية؟ هل الاب من القسوة؟ هل الطفل يرغب ان يقعد عند ابوه؟ ما فيش بيات ان يشوف ابوه كصلة الرحم والكلام ده. الكلام ده كله ماشي. فلازم الاول اشوف ايه سلوكيات الاب مع الطفل. وقت ان كان هو فيه اب ولاده ما يبقوش في حضنه، هو فيه اب مش عايز ولاده يكونوا في حضنه، اكيد عايز، وما فيش اب عايز ياخد ولاده لو نازل مثلا يصلي او رايح مش عارفين ياخد ولاده معاه، هو في اب الا وعايز يشوف ولاده طول الوقت؟ لا لا، في اب كمان بيستخدم ولاده في التنكيل بالام، لان هم بيبقوا ليله الفرح في منتهى السعاده، واول ما يدب خلاف بينهم يقطع عهدهم في المحاكم، هي عايزه تحبسه وهو عمال يدبر لها قضايا على اساس ان ياخد منها الحضانه، وتصل تفكيره ان يلفق لها قضيه زنا حتى يسقط الحضانه عن الام. ده في كتير من ده يا فندم. ايوه يا فندم، في كتير كده، وعندنا حالات من دي وشفناها. فبيبقى الصراع على اشده بينهم هما الاثنين، عايزه تحبسه بالقايمه. جوازت ايه اللي حضرتك بتكلمني عليها دي، اللي انا اتهم مراتي ولا اتهم ام ولادي بحاجه مين؟ تمام. مين يعمل لا مين الشخص لا يعمل كتير كده؟ في حالات كتير، في حالات كتير، والمحاكم فيها كميه قضايا من اخطر ما يكون. فلازم الاول قبل ما نتكلم في تعديل القانون، وانا رافض هذا التعديل طبعا، رفضه، رفضه تماما، تماما، ان احنا نحسن من سلوكيات العملية الطلاق او الانفصال. تكون العلاقة علاقة صداقة، حتى لو عصرين على بعض لمون وكارهين بعض، ولكن يتحملوا من اجل الصغير ان يعيش في مناخ ولو وهمي ان هناك استقرار اسري، وبعد ما الطفل يروح يقطعوا تاني في هدوم بعض. انما الطفل بيتعرض لكل الهزات النفسية دي، فبتولد عنده عقد نفسية. فلازم هو في حاجة إلى رعاية النساء، ولا بد أن يكون الطفل تحت بصر ونظر أمه، مش مرات أبوه. بص يا أحمد بيه، أولى برعايته. بص يا أحمد بيه،